مع بداية سنة ونهاية سنة بتحتاج إلى رؤية نقدية، نشوف ماذا مر بنا في العام الماضي، ماذا نستشرف في العام الجديد. والحقيقة إن السنة اللي فاتت كانت سنة صعبة، ويبدو إن هذا العام أيضا سيكون عام صعب. ما كانش سهل علينا، كان في حركة فنية كالعادة، أفلام كالعادة، مسلسلات كالعادة، لكن ما حدث ويحدث في غزة كان طاغيا علينا جميعا، طاغيا على الفن، طاغيا على الموسيقى، طاغيا على الأفلام. ملناش نفس، يعني ببساطة كده احنا ملناش نفس نعمل أي حاجة، حتى ملناش نفس نحتفل بسنة جديدة، ملناش نفس نحتفل بأعياد. ما كنت في بيت لحم شفنا إزاي مفيش أي احتفالات بأعياد. فكيف كان العام الماضي وكيف هو العام الجديد؟ حبينا نذهب إلى كاتب ومفكر ومحلل وشخص الحقيقة رجل ينظر للأمور ربما بمنظار آخر، بمنظور آخر. أنا صحفية فالأمور عندي فيها كتير من اليومي، لكن دكتور مدحت العدل دايما عنده رؤية مختلفة وعنده تحليل أكثر عمقا كونه كاتب وشاعر ومؤلف. كيف كان العام الماضي وكيف يأتي العام الجديد؟ يا دكتور مدحت أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك، دي أول مقابلة أعملها من أكتر من 4 شهور. أشكرك، ودايما أنا ببقى سعيدة أنك بتخصني بالمقابلات. لا أنت اللي بتخصينا الحقيقة، وأنا ببقى مبسوط لأن أنا عارف أن أنا عامل حوار على مستوى. أشكرك. وما فيهوش بندور على الترند والحاجات اللي زي دي، وأنا مش بتاع ترند خالص، فأنا أنا جاي عشان نتناقش يعني. نتناقش. السنة اللي فاتت عدت عليك إزاي؟ شفتها إزاي؟ شفت فيها حاجات حلوة. أنا متفائل يعني، مش فاهم على أساس إيه، بس أنا ما زلت متفائلا. أنا دايما متفائل، أصل أنا ما ينفعش لو بطلنا نحلم نموت، على رأي الشاعر الجميل عصام عبد الله، وأنا اللي كاتب نحلم على كيفنا نغلب عذاب خوفنا. أنا متفائل بطبعي، ولو ما تفائلناش هنعيش ليل بكرة يعني. حتى لو كان في جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يقدر شعاع من النور يوصل لأبعد سماء، يوصل لأبعد سماء. أنا طول الوقت متفائل، فشفت حاجات كويسة وحاجات جميلة، وشفت حاجات طبعا كارثية على المستوى زي غزة، زي ما حدث في غزة. لكن حتى اللي حصل في غزة في شعاع من النور برضو، هذا الصمود وهذه المقاومة برضو القضية نفسها تم إعادة إحيائها من جديد. صحيح. سبب ما حدث في غزة، ففي أمل. حاسس إن في جيل جديد كمان، جيل جديد ابتدى يتكلم على القضية الفلسطينية لم يكن حتى يتحدث عنها. ده أنت بتتكلم على الجيل العربي، ده بقى في جيل برة. ده بقى في الرأي العام العالمي كله شعبي، سيبك من الحكومات بتاعت برة، كله مع القضية الفلسطينية. أنت بتشوفي ويجز لما طلع خنة عن القضية الفلسطينية، شفت باسم يوسف لما اتكلم. صحيح. شوفي ملايين الفولورز والملايين اللي اتفرجوا عليهم، فدي حاجة كلها طاقات أمل بتتفتح لنا مهما كانت الدنيا ظلمة. وشباب المغنيين العرب اللي عملوا راب، عملوا راب وعملوا أغاني مختلفة يمكن اختلفت عن الأغاني اللي احنا كنا بنغنيها. بالظبط كده، وده الطبيعي، وده التطور الطبيعي اللي لازم الناس تقبل بيه. أنا ما بحبش فكرة إن أنا أبقى أفضل أدين لجيل ضد جيل، إنه أكثر وطنية وأكثر فهما، ما فيش، ده مش موجود. يا إما بنعادي حركة التاريخ وحركة الأجيال وحركة كل شيء. خلينا نبتدي بالمستوى الشخصي، على المستوى الشخصي والفني للدكتور مدحت العدل، كيف كانت سنة 23؟ كانت سنة بالنسبة لي مثمرة جدا، لأن أنا عملت عملة نادرة، أول مسلسل صعيدي في حياتي أكتبه. عملت عزيرو لمحمد رمضان، عملت مسرحية تقدر اللي كنت عاملها مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم لإعادة إحياء المسرح المدرسي، ودي خطوة لو تعلمون عظيمة. لأن طبعا كل الفنانين العظام اللي طلعوا دول خارجين من مسرح المدرسة ومسرح الجامعة. وعملت بقى واحدة من دو من شوف الحمد لله ده عمل أعمال كتيرة جدا ناجحة يعني، من غير اللهم لا حسد، بس أنا رأيي إن قمة أعمالي اللي أنا بعتز وبفخر فيها كانت مسرحية تشارلي شابلن. وأنا أظن كمان إنه تشارلي شابلن كانت يعني عايز أقول درت كده سنة 23 في المسرح يعني. بالزبط. أنا اعتبرت إنها نقلة مسرحية مهمة، أتمنى إن حضرتك تكمل عليها. هكمل إن شاء الله مع يعني نفس الكرو فعلا. أحمد البوي ونفس الفرقة، بنعمل مسرحية ميوزيكال جديدة إن شاء الله لمنى شلبي، هنكمل على نفس السكة دي اللي أنا شخصيا حسيت إن أنا مش حابب حاجة غيرها، انا عايز اعمل ده دلوقتي يعني. يعني هيبقى في المسرحية الجديدة منا وفهيم و... لا مش لازم فهيم، لكن منا اساسا منا يعني. منا اساسا منا هتعمل ميوزيكال، لكن هتعمل ميوزيكال
كلها اي حد فنان حقيقي يقدر يعمل ميوزيكال. ولو حضرتك شفت شيكاجو، ما هم دول اصلا طبعًا مش مطربين، فانت واللي بيغنوا عندنا في تشارلي 90% منهم مش مطربين، احنا مدربينهم علشان يطلعوا يغنوا في المسرح. انت مش لازم تبقى عبد الوهاب. بس ليه اخترت منى؟ يعني ليه اخترت منى بالذات؟ منى رايي الشخصي انها واحده يعني من اعظم بنات جيلها، فنانه معجونه فن وتمثيل، انا بحبها جدا طول عمري يعني، وهي متحمسه للتجربه. ما انت حماسك لوحده مش كفايه، لازم كل المنظومه، لازم البطل اللي هيجي يشتغل معاكي، لازم كل دول يبقوا متحمسين بقدر حماسك، وعندهم الشغف اللي عندك، عندهم الهوس بالتجربه زي ما عندك بالظبط. ما انا ليه حبيت شريهان وليه عملت كوكو شانيل؟ كوكو شانيل كان شيء عظيم، لان هي نفسها عندها نفس الهوس والشغف وهكذا يعني. مفيش بعد كوكو شانيل ديور مثلا ولا والله نتمنى وبنسعى، انا كمدحت واحنا كشركه العدل جروب وشريهان، بس الشريهان بتاخد وقت طويل، كسلانه شري يعني. والله انا مش بسميه كسل، بس هو الوسوسه اللي بعض الاحيان بتصل للخوف، لكن هي من حقها كايقونه وكشريهان من حقها تخاف. طيب نرجع تاني للمسرحيه الجديده دي، هنشوفها امتى؟ يعني ان شاء الله هنبتدي بروفات فيها مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله، على 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 يعني اخر الصيف اللي جاي ان شاء الله. مين لفت نظر دكتور مدحت العدل من الوجوه الشابه؟ ناس كتير يعني، انا طبعا ككاتب شاعر اغاني في الاصل يعني، لفتت نظري من كذا سنه، خلينا نتكلم على الاول الشعر يعني، منى القيعي. وليه منى القيعي؟ اولا لان الستات اللي بيكتبوا قليلين جدا، صح جدا، ويمكن اتذكر منهم السيده العظيمه زوجة علي اسماعيل كتبت راجعين في ايدنا سلاح، وكوثر مصطفى، كوثر مصطفى اللي هي علي صوتك بالغنى. لكن النوع اللي كتبته منى هو نوع صعب جدا على بنت خريجه جامعه امريكيه يعني. أنا يعني النوع الشعبي ده الشاطئ، وعلى فكره برضه عشان الناس تبقى سمعانا، النوع ده مش سهل، ما تفكروش ان ما دام الكلام بسيط كده يبقى هو سهل في الكتابه. انا قريب قوي قريت قصيده كان دكتور خالد منتصر بعتها لي كاتبها، عنتر هلال، الشعر الجميل عنتر هلال، فهو كتب بيعلق يقول انا يعني ما كنتش متخيل انه شعر شاطر كده، فقلت له لا على فكره اللي يكتب كمنانه ده لازم يبقى شاطر، شعر شاطر. عبد الوهاب لما عمل من ناحيه قلبه ونار قلبي واد حبيب موت اصعب عليه من انه يلحن الجندول، احنا فاهمين ده، عارفين ان الكتابه بالطريقه دي هي كتابه صعبه. ونبيله قنديل كنا بنتكلم عنها، بالظبط، كتبت الطشت قلي مثلا، وهي اللي كتبت ام البطل ورايات النصر وراجعين شايلين في ايدنا سلاح وقل الصلاح صاحي اعتقد. فانت بتتكلمي النوع ده من الكتابه هي كتابه صعبه، مش زي الناس متخيله ان ده سهل ما دام الكلام سهل. فانا من القي انا شخصيا لفتت نظرك. طيب لفتت نظري وبختارها هي شاعره السنه دي، وعشان كده اخترتها تكون موجوده معانا وتكون موجوده معانا بعد قليل. بالزبط. لكن مين تاني من وجوه الشابه غير الكتابه بقى والشعر، وجوه شابه تمثيل؟ انا معلش الاسماء بتقع مني شويه. لا ماشي. انا على فكره عيان، انا جاي لك عشان ألف انا عيان. ألف سلام. الشاب الجميل اللي اسمه عمر اعتقد اللي عمل حسام عمر بلطو. اللي عمل بلطو. اولا لان حسام عمر تجربته دي تجربتي انا، وانا طالق وانا دكتور لسه متخرج وبتكلف، انا نفس تكليفه ده، ورحت الريف برضه، رحت الريف ورحت الصعيد ورحت الزقازيق، وانا قاهري جدا حتى النخاع رغم ان انا من المنصوره، فاللي حصل له ده تقريبا شبه اللي حصل لي، وصدمته شبه الصدمه بتاعتي، فهو عمل الدور بشكل ممتع جدا وموتني من الضحك. ده حقيقي. وحسيت انه طبيعي بشكل غير طبيعي. كمان في جعفر العمده. احمد داش. احمد داش. لفت نظره، هو مش جعفر العمده بس. لا احمد داش عمل كل كذا أدوار. حاجه. كل ادواره يعني، بس جعفر العمده كان مميز قوي، والمسلسل بالمناسبه كان مميز. انا بس عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، علينا ان نحترم النجاح. حتى لو لم يتسق مع اذواقنا. مع اذواقنا، يعني انا انا بحب اسمع ام كلثوم، بس بحب بنت الجيران. انا ما شفتش المسلسل لان كان عندي مسلسل، بس اللي يجب الا نتعالى على ذوق الجمهور. فانا بحيي صناع العمل،
بحيي المخرج، بحيي محمد رمضان، وبحيي النجاح الجماهيري اللي لازم نرفع له القبعة. ما ينفعش كل حاجة تبقى على ذوقنا. إذا كان نجيب محفوظ نفسه اتكلم على أحمد عدوية، لأن ساعتها كانت النخبة المثقفة رافضة أحمد عدوية، فبعقله الموسوعي صاحب نوبل طلع قال لهم مش كل حاجة لازم تبقى على ذوقنا أو على ذوقكم، في ذوق الناس اللي هو هام اللي كلنا بنشتغل عشانه. هل ذوقك يتسق مع جعفر العمدة ولا انت لا شايف؟ لا انا ما شفتش المسلسل على فكرة، لان انا كنت ساعتها عندي مسلسل كنا بنشتغل وبنصور. لكن انا طالما لقى هذا النجاح الجماهيري الغير عادي فيجب ان نحترمه، يجب ان نحترمه، ما نقعدش نتعالى بقى ونقول اصل مش عارف ايه، احترم ان الناس حبته ببساطة. يعني مين الملحن اللي لفت؟ الملحن يعني بالنسبه لنا ايهاب عبد الواحد اللي عمل لي كوكو شانيل، عمل كوكو شانيل، واللي عمل لي تشارلي. انا رايي ان ده حد موهوب، موهبه استثنائيه، فانا بختاره هو ملحن السنه اللي فاتت. وانا اعتقد ان ايهاب عبد الواحد فعلا في تشارلي الاغنيات كانت جميله، الموسيقى كلها كانت جميله، كل حاجه وكانت معبره، والميوزيكال صعب جدا. ميوزيكال مش سهل. لا لا لا، ده اصعب حاجه اصل الميوزيكال الناس ما بتعملوش لانه صعب. فهو الراجل الحقيقه عمل، انا برشحه وبحييه من هنا. يعني مين كتب دراما؟ يعني كتبت عمله نادره، كان في مسلسلات كتير سواء اوف سيزون او في رمضان، لفت نظرك مين في الكتابه؟ هل لفت انا لفت نظري واتفاجئت، مش السنه دي بس عموما، عمرو محمود ياسين. صحيح. لان احنا عاده بيبقى عندنا احساس كده ايه، ودي حكايه بتضرني انا، لان انا من عيله فنيه. زي ما انا كنت طالع في ناس متخيله ان ده اخو سامي العدل، خلاص الى ان يثبت ان هو لوحده ملوش علاقه بسامي العدل الا كاخ يعني. فعمرو محمود ياسين لما كتب انا قلت ابن محمود ياسين الله يرحمه يعني. فلا، مع عمرو كاتب موهوب جدا وحساس جدا، وانا حبيته قوي يعني، وعنده بنى شخصيات وعنده كل حاجه، عنده كل ادوات الكتابه الصح يعني. عمل مسلسل الهام عظيم بالظبط، اللي فيه زهايمر، اللي فيه زهايمر، عمل مسلسل عظيم الالهام. ارجع تاني للاوضاع في غزه، انا فاكره كلمتك وقلت لك يا دكتور هو ازاي مفيش غنوه واحده وطنيه، مفيش كتابه مفيش غنوه، مفيش شعر وطني. اول ما حدثت احداث غزه يا اما بقينا بنرجع للماضي السحيق اللي هو اصبح عندي الان بندقيه، او للاوبريتات الاحدث كان ايه؟ اوبريتات مدحت العدل، القدس هترجع لنا والحاجات، القدس هترجع لنا، والاوبريتات الخاصه بك في اوقات الانتفاضه. بالظبط. ايه اللي حصل؟ لماذا لم تفرز هذه الازمه اغنيه وطنيه حقيقيه؟ والله بصي، يعني بعض الاحيان الناس بتكتفي او بتحس ان اللي موجود ده ممكن يبقى في ناس كتبت بس ما لم تشا الظروف انها تطلع للناس. يعني انا كتبت قصيده وما طلعتهاش، كتبتها لروحي في لحظه من اللحظات، وممكن جدا تتغنى او ما تتغناش، لكن اكيد شعراء تاثروا وكتبوا. الموضوع مش موضوع انا اكتب، لكن موضوع انا اكتب ويلي لحن وناس تتحمس. القدس هترجع لنا دي عملناها في 3 ايام، كنت راجع من جوهانسبرغ اعتقد بالظبط كده، وكتبتها على الطياره. واللي تولى امر هذه الاغنيه بقى كانتاج، لان انا ما بفهمش في الحاجات دي، سامي العدل وجمال ومحمد اللي هو العدل جروب، هم اللي كلموا الفنانين. الناس كلها طبعا متحمسه يعني، مش ما كناش بنتحايل على حد، بس حته حتى الكونكشنز والاتصالات وتجيب مين وتقول لمين، كل ده محتاج عمليه انتاجيه انا ما عدتش اقدر اعملها دلوقتي. لكن انا اكتب، ممكن جدا اكتب القدس هترجع لنا وما حدش يعرفها وتفضل موجوده في الادراج عندي. فممكن جدا ناس كتير يبقوا كتبوا، لان انا متاكد ان في ناس كتير كتبت وناس كتير تاثرت، لان مستحيل هذا الحدث يحصل واي فنان يملك قدر من الوعي ومن الضمير. دليل الاجانب غنوا، لكن ممكن جدا اللي يكتبوا ما يعرفش يوصلوا للناس ببساطة. كتب مدحت العدل؟ كتبت؟ والله بصي انا كتبت يعني حاجة كده لو تسمحي لي اقولها. اتفضل. يا ريت يا ريت. انا كتبت بقول صباح النصر يا غزة، يا رمز العشق والعزة، في بدر كانت الغزوة وعندك نصرنا الموعود، صباح الحب يا طفلي يا مستشهد وبتصلي، سلم في جنتك علي سبقنا وغير الموجود،
صباح العشق يا ستي، يا زوجتي وجدتي وبنتي، يا ماسكة الأرض بالسنتي وبتموتي في وضع سجود. صباح النصر يا أبطال، تروحوا يجي غيركوا رجال، أجيال ماشية ورا أجيال في سكة قدسنا المنشود. صباح قدسك صلاح الدين، في غزة الولاد صامدين، تاريخك سيرة العاشقين يا باعث من عدمنا وجود. صباح الزفة والنصرة وصوت العذرة في النصرة، ودين بيكرم الأسرة برحمة ربنا الموعود. صباح العودة يا فلسطين، ده بيت في الضفة ولا جنين، أقدم من اللي محتلين أرضك واللي راح يعود. صباح الدرس يا درة، يا رمز يا نبض يا فكرة، ده منكم راستك الثورة تطلع كل مادة جنود. صباح اللمة يا رفاقة، عيون الصحبة مشتاقة، مسير الحي يتلاقى في دنيا عدلها بيسود. صباح الشعر يا درويش، ما احنا في الهوى درويش، نزار وسيب بحرنا درويش، وحداد الوطن موجود. صباح عربي شبه أرضي، شريف كأمي وعمتي وعرضي، تنادي القدس أقول فرضي، حي على الجهاد. الله 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 الله، ازاي دي ما تتغناش؟ والله انا كتب صباح القدس يا صباح العزه، صباح يا النصر غزة. يا غزه، صباح النصر يا غزه. طب نشوف اجزاء من اوبريتات دكتور مدحت العدل الوطنيه اللي ما زالت قائمه، وكل ما نتكلم عن فلسطين تكون ما كتب او يكون ما كتب دكتور مدحت العدل. شتنا الأغاني الحلوة، وتحية للسيدة ماجدة الرومي، لما طبعاً بسمع صوتها بتهز من جوه قد إيه شديدة الحساسية والفهم والنضج الفني والسياسي والعربي والمصري، لأن هي أوي مصرية الهوية والهوى وكل حاجة فعلا. خلينا ننتقل لجدل 20، وأعتقد هو جدل مستمر بقاله فترة، واعتقد انه جدل صحي ومهم، لان الاحتفاظ بالكوبي رايت او بحقوق الملكيه الفكريه، هذه حقوق الشعراء والادباء والفنانين التي يجب، وحضرتك كرئيس لجمعيه المؤلفين والكتاب والملحنين، ده مهم جدا ان ده دورك ان تحافظ على هذا التراث. ماذا يحدث في قصه تراث ام كلثوم وسمعنا وجهات نظر مختلفه؟ اولا بدءا ذي بدء، انا شخصيه اعتباريه هنا، انسي بقى مدحت العدل، انا رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين والناشرين المصريه اللي كان رئيسها الفنان الكبير، اول رئيس لها الفنان الكبير عبد الوهاب، ثم محمد الموجي، ثم 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 وصولا الي. وانا هنا ما فيش اي خصومه بيني وبين السيد محسن جابر، لا انا ولا اعضاء. نعم، تربطني بيه علاقات جيده جدا، بنطلع مع بعض رحلات واعرفه واعرف ولاده، يعني ما فيش اي مصلحه شخصيه كمدحت العدل. نعم، مبدئي احنا طلعنا بيان لان احنا لاحظنا ان في حفلات كتيره بتتعمل، تعملها شركات خاصه ما اعرفش تيجي منين، بيعملوا حفلات لام كلثوم، فحبينا ننبه يا جماعه روحوا لاصحاب الحقوق مبدئيا، فنزلنا بيان تحذيري، ولا كنا نقصد بيه اصلا السيد محسن جابر ولا اي حاجه، احنا بنعمل بيان تحذيري، لو عايز تعمل حفله روح لصاحب الحق خد منه تصريح بس مش اكتر من كده. من هو صاحب الحق؟ 70% لو بتتكلمي على صوت ام كلثوم، ولا بتتكلمي على اصل في الموضوع اكبر من معقد، موضوع فيه فرق بين حق الصوت وحق المبدع الاصلي المؤلف والملحن. ده حاجه وده حاجه. جمعيه المؤلفين والملحنين والناشرين المصريه هي جمعية معنية بحقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والملحنين. فورثت بليغ حمدي، هم أعضاء عندنا في الجمعية، وورثت عبد الوهاب يوم المؤتمر كانوا موجودين في الجمعية، وطبعا زياد الطويل كان نائب رئيس الجمعية ابن الأستاذ كمال الطويل، وورثت الموجي عندنا. فلو بتتكلمي على حق الملكية الفكرية اللي هو المؤلف والملحن، ده كله عندنا 90% منه عندنا مبدئيا. تكلمي بقى على صوت أم كلثوم، 70% من اغاني ام كلثوم مملوكه لشركه صوت القاهره، وصوت القاهره عضو عندنا احنا في الجمعيه، بما انهم ناشرين، يعني اسمها جمعيه المؤلفين والملحنين والناشرين، يعني زي الموزعين مثلا بالظبط كده، يعني الناس اللي يعني مثلا شركه صوت الدلتا شركه خاصه، هم هو عضو عندنا لانه بينشر مزيكا. تمام تمام، الصوره واضحه.
سيد محسن جابر يملك، هو بيطلع في التلفزيون يقول انا املك 100% من الناس اللي متنازله له 30%، يعني في 100% 70% من صوت ام كلثوم، من اغاني ام كلثوم 70% لشركه صوت القاهره، وهو 30% هو بيقول انا بملك 100%. بس انا بقول بقى اكمل الجمله بس عشان الناس تفهمها، انت ليك 100% من ال 30%، مش ال 100% على بعضهم، فهماني؟ هو يقول عكس ذلك، هو بيقول ايه؟ بيقول انا املك 100%، بس كمل بقى الجمله، 100% من ال 30% مش من ال 100%. هو بيقول ان المؤلفين والملحنين اتنازلوا لامك، للست ام كلثوم عن اغنياتهم، وهي ادتها لصوت القاهره. طيب خلينا نقول مين اللي ادتها لصوت القاهره؟ ام كلثوم. طب خلاص، يبقى مين صاحبه الحق صوت القاهره؟ ما هو بعد كده هو خد بقى الورقه. إيه بقى؟ انا هعرض لحضرتك دلوقتي، هعرض لحضرتك دلوقتي، انا جايب معايا الورق. الاتفاق اللي بين السيد محسن جابر او الشركه التي تمثله مع صوت القاهره، بانه هو نسبته في، هو كان واخد توزيع كله على بعضه زي افلامي ما كنا بنديها لمحمد حسن رمزي، بياخدها يوزعها، فله نسبه. العقد موجود اللي بينه وبين شركه صوت القاهره، انه هو دول اهو اجمالي 98 غنوه مملوكين لشركه صوت القاهره، تمام؟ هو عامل عقد هنجيبه دلوقتي، ان هو له 30% لان هو يملك 30% و70% صوت القاهره. العقد موجود ما بين شركته وبين شركه صوت القاهره، العقد موجود احنا جايبينه اهو، تمام؟ شركه صوت القاهره وشركه لو نعمل زوم ان شويه على العقد يا جماعه عشان نقدر نشوف. ايوه، شركة ستارز للإنتاج الفني، وستار اللي هي مملوكة للأستاذ محسن جابر. اقلب بقى الصفحة التانية، انه هو يملك 30% فقط. يملك 30% فقط، فهو نسبته في التوزيع كله 30% اللي هو يملكها، والباقي بيروح لشركة صوت القاهرة. صوت القاهرة على فكرة لا شركتي اهو يا فندم، هتلاقي 30%، تمام؟ عايز اقول بس حاجة يا سيدتي الفاضلة، صوت القاهرة فانه يستحق اهو 30% وله عموله زي اي موزع. حضرتك شركه صوت القاهره دي بتاعتي وبتاعتك، هي شركه عامه، شركه قطاع عام، قطاع عام. يعني في الاول وفي الاخر دي دي ده تراثنا. دي عشان بس نشرح، شركه صوت القاهره دي كانت اصلا الشركه بتاعت محمد فوزي، فوزي. بالظبط، كايروفون، ثم تحولت لما اتأممت بقى صوت القاهره، اتأممت وبقت صوت القاهره بالظبط كده. وعندنا هنا ما يفيد تنازل ام كلثوم، السيده ام كلثوم رحمه الله عليها اللي منزلاه، اقر انا السيده ام كلثوم ابراهيم في الجمهوريه العربيه المتحده، ما كانتش لسه مصر، اوكي، كانت متنازله لشركه محمد فوزي، محمد فوزي ثم صوت القاهره، ثم صوت القاهره بعد ذلك، والورثه موجودين. يعني الدكتور حسن الحفناوي ثم حد كمان موجودين. خلاص، في الاول وفي الاخر، في الاخر هناك اهو اهو فيلا سيدة ام كلثوم اهو، دكتور في الدفاع عن صوت القاهرة اهو، كل موجود اهو عند حضرتك، السيدة ام كلثوم، ده امضاء سيدة ام كلثوم. واقر انه ليس لاي جهة او حق او شركة حق بتسجيلاتي عدا شركة صوت القاهرة. بس تمام كده، ده ام كلثوم اهي شخصيا يعني. وبعدين شركة صوت القاهرة مش شركة صوت القاهرة دي منشأة عامة، مش هيزوروا ورق يعني، الكلام موجود اهو. هو لما طلع في البرنامج، انا كنت في برنامج امبارح مع عمرو اديب، وهو طلع بعدها قال وقال انا غنوة سنة 47 غنوة كذا، وقال غنوة، وان المؤلفين دول تنازلوا لام كلثوم، وام كلثوم تنازلت على فكرة حتى لو لصوت لشركة محمد سنة فوزي. كام بقى الكلام ده؟ 47 47 قبل التأميم، قوانين الملكيه الفكريه، قبل التأميم كمان، قبل التأميم وقبل قوانين الملكيه الفكريه اصلا سنه 54، قانون الملكيه الفكريه اتعملت سنه 54. بس هو بيقول انه لف على الورثه كلهم، ما حصلش، وخد تنازلات من 30% من الورثه. ما انا بجيب لك العقد اللي بين شركته وبين شركه صوت القاهره، فهم مش بيقول لفيت وخد 30%، وده نصيبه في الشراكه اللي بينه وبين صوت القاهره. هو بيقول 100% 100% من ال 30%،
مش 100% عموما، مش من الاجمالي. مش طب من... هو بيقول انه حصل على امر قضائي و... امر قضائي في ايه بقى؟ خلينا برضو نفسر الحته دي. هم اختلفوا مع بعض في نسب التوزيع. ماشي، اختلفوا مع بعض في قضيه التوزيع، مش من الملكيه الفكريه اهو. فهو خد امر قضائي تعويض. انا هفترض دلوقتي انا وحضرتك خبطت، انا خبطت عربيتك، فانت خدتي تعويض مني، مدحت العدل. ترجعي على شركه العدل جروب تقولي لهم انا خدت حكم على مدحت العدل في العربيه ادوني فيلم صعيدي، ولا ده موضوع وده موضوع؟ فخد تعويض عن خلاف في التوزيع، خلاف في التوزيع بس مش على الملكيه. ما هو الكلام اصل قضيه الملكيه الفكريه يا استاذه لميس هي قضيه صعبه شويه، ولانها صعبه فالناس ما بتبقاش اورينتد قوي بيها. تمام، انا جبت لك احكام قضاء وجبت لك تنازل ام كلثوم وجبت لك كل ما يفيد. إن انا مصاحب مصلحه، انا شخصيا كمدعاة العدل انا واجع دماغي ليه؟ يعني انت بتقوم بدورك كرئيس، جمعيه المؤلفين والملحنين. لان يا استاذه لميس الناس لازم تبقى فاهمه ان مش كل ورثه الفنانين هم ورثه استاذ بليغ حمدي ولا استاذ محمد عبد الوهاب، ولا دول ربنا كرمهم، ولا ورث، ولا ورثت بعد عمر طويل كل في ناس في الجمعيه اعضاء ورثه فنانين كانوا ملء السمع والعين والبصر، محتاجين فلوس. لا، محتاجين فلوس اكتر مما تتخيلي، ومحتاجين علاج، ومحتاجين انا عامل لهم تامين. الحمد لله انا عاملين تامين صحي، بشكر وزير الصحه لان هو عمل تامين صحي لكل الاعضاء وعائلاتهم مستشفيات التامين الصحي، فالناس دي محتاجه. فاحنا مؤتمنين على حقوق هؤلاء الناس. لكن انا كمدحت العدل انا ايه اللي مصدعني ويخليني اعمل مؤتمر صحفي واللي يخليني اقعد اتكلم؟ ما انا على فكره واسالي اعضاء الجمعيه انا حاولت كم مره اقدم استقالتي لان عندي. طيب الان ايه الوضع؟ يعني ايه الوضع بتاع تراث خلافات ومع في الاول وفي الاخر لما نختلف مع بعض مش في قانون؟ اه طبعا، بس القانون اللي هيحكم بينا بمنتهى البساطه، القانون اللي هيحكم بينا ويقول احنا صح ولا غلط، هو صح ولا غلط. في استاذ دكتور حسام لطفي ده يعني استاذ اساتذه الملكيه الفكريه، وهو محامي بتاعنا ومحامي صوت القاهره، والراجل يملك الادله والقرائن. الورق ده انا جايبه على فكره من صوت القاهره ومش عندي، بس المؤتمر كان فيه السيده رئيس صوت القاهره، فاحنا جبنا الورق ده من عندها وجبته عشان اقدمه لك عشان الناس تتفرج عليه. وفي الاول وفي الاخر ليس هناك خلاف شخصي بيني وبينه ولا بينه وبين اي حد من الجمعيه، كل واحد فينا بيدافع عن حقه بالشكل المشروع والقانون اللي هيحكم بيه. كده قضائيا سيحسم الامر ولا الامر هيحسم بشكل او باخر؟ وبرضه على عشان تبقي فاهمه برضه حتى لما بتحط قصاد المحكمه الاقتصاديه والحاجات اللي زي دي محتاج وقت عشان الناس تفهم، لان حتى قوانين الملكيه الفكريه هي قوانين في العالم العربي تحديدا هي قوانين برضه لسه مش مفهومه، لسه مش معروفه، هم مش يعني الناس مش فاهمه ان انت لما تعملي برنامج اسمه كلمه اخيره ده بقى حقك. لو حد عمل برنامج تاني اسمه كلمه اخيره انت ترجعي عليه قانونا. صحيح، الناس مش قادره تستوعب ده، بس فهياخد وقت. لكن في الاول وفي الاخر مفيش حق بيروح وراه مطالب، حقوق الناس دي هترجع لهم سواء في حياتي او في حياه غيري. وفي الاول وفي الاخر كمان مره القانون اللي يحكم بينا، وانا لست صاحب مصلحه ولا انا هاخد حاجه احطها في جيبي. هل قصه استخدام الصوت بالذكاء الاصطناعي وغيره ده ضمن هذا الخلاف؟ مش ضمن الخلاف ولا حاجه، لا ما فيش اي خلاف فيه، ولا انا ولا هو نقدر نقف صوت الذكاء الاصطناعي، مش بمزاجنا. هم لما سالوني في الموضوع قلت لهم اللي هيستخدم الذكاء الاصطناعي لو ادوا الورثه حقهم يستخدموا زي ما هو عايز. في حقوق. هل ورثه السيده ام كلثوم لجأوا لكم؟ معانا مش لجأوا لنا احنا. عشان ايه موضوع عشان موضوع الحقوق؟ الحقوق ولا الذكاء الاصطناعي؟ لا الحقوق قبل الذكاء الاصطناعي. لا بيلجأوا لنا. الحفله اللي كانت معموله في قصر عابدين الهولوجرام اللي اتعملت ام كلثوم، ما احنا اللي مدين التصريح بيها. وعلى فكره الموضوع مش ام كلثوم بس، ام كلثوم وعبد الحليم وكل الفنانين دول. واحنا من 3 سنين عملنا حفله هولوجرام في دبي كان احنا اللي مدين التصريح ليها، كانت حضرها السيده ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه في ذلك الوقت، واحنا اللي مدين التصريح. وهنا بقى بيكون في حقوق تذهب لاصحابها، للمؤلفين بتوع الاغاني، ده هو اصحاب الحق. اصحاب الابداع الاصلي هو المؤلف والملحن. يعني اصحاب الحق الابداع الفكري بيجي من المؤلف والملحن،
قبل ما يجي للصوت. ففي ملكيه صوت ام كلثوم وفي ملكيه التاليف والتلحين. التاليف والتلحين والنشر. والنشر كمان بالظبط. طيب اكيد هنسمع برضو راي الاستاذ محسن جابر، ولكن لاحقا لانه حلقتنا مش هتقضي يعني طبعًا عندنا طبعًا ضيوف كثر، لكن لازم هنسمع وجهه النظر الثانيه عشان نكون عادلين. لكن قبل بقى ما نستضيف كاتبة انت رشحتها لمنى القيعي، عايز اسألك، صحيح في صعيدي في الجامعة الامريكية جاي؟ والله بصي يعني احنا انا نفسي اعمله، وفكرة جات لي والفكرة اللي هنعملها موجودة، بس انا يعني بصراحة انا الميوزيكال جنني، يعني انا مسرحية شارلي دي خدتني من كل حاجة. يعني حاسس ان انا مش عايز اعمل غير ده، فعشان كده الموضوع اتأجل شوية، لكن هو في الحسبان وان شاء الله يتعمل ان شاء الله. وعندك في رمضان عتبات البهجة عندي مع دكتور يحيى الفخراني. بالظبط. والاستاذ ايه الاسم الحلو ده؟ ايه الاسم الحلو ده؟ هو الحقيقة الرواية عظيمة كاتبها الاستاذ ابراهيم عبد المجيد، وانا مشرف على الكتابة. يعني انا مشرف على بحي الاستاذ ابراهيم عبد المجيد، يعني شيء عظيم. اللي بيكتبوا طبعا اصلا طلبه، يعني ناس انا مختارهم من الطلبه بتوعي اللي بدهم كورس، فانا منقي منهم ناس هم اللي بيكتبوا وانا بشرف عليهم، لان هي الروايه شويه روايه فلسفيه، فهي محتاجه رؤيه ابعد من مجرد مسلسل تلفزيوني، فانا بشرف على الكتابه وانا اللي عامل لها الرؤيه التلفزيونيه. عتبات البهجة في رمضان مع الأستاذ صلاح عبد الله وزمانة مراد وممثلين كتير إن شاء الله، ورواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد عتبات البهجة. واسم حلو قوي بصراحة، ورواية يعني لمن يعني يا ريت الناس تقراها كمان قبل جدا ما هتبسطوا قوي هتبسطوا قوي. نشوف بقى منى القيعي ونشوف ماذا قدمت هذه الشابة الصغيرة اللي من اختياراتي مدمرة حياتي لليوم الحلو ده لبنت أبويا، أغاني ما تتخيلش أنها تخرج من فتاة صغيرة شابة بنت. طبعا استاذنا الاهلاوي العظيم، سوري يا دكتور مدحت. صديقي طبعا. لا ليه سوري يا دكتور مدحت، انا اللي بختارها. ايوه صحيح. الاستاذ عدلي القيعي، ونشوف ماذا قدمت منى القيعي العام الماضي. لما يختار ملك الاغنيه البسيطه السلسه اللي فيها شجن وفرح، لما يختار منى القيعي يعني بنبص كده نلاقي يا منى ده انت عملتي كل الاغاني الحلوه السنه دي. ما شاء الله ما شاء الله. مش كده يا دكتور؟ هي على فكره مش السنه دي بس، يعني من قبلها انتوا جبتوني السنه دي سالتوني. لا بس السنه دي انا كنت ممكن اسالها السنه اللي فاتت كمان. لا هي عامله اغاني هايله من اول الغزاله رايقه. لا وبعدين يعني بص ما شاء الله الله اكبر، يعني كل اغانيها ضربه، ودي مش حاجه سهله خالص على فكره. يعني ايه منا الحلاوه دي؟ اهلا بيكي اولا، ومن زمان عايزين نتقابل وانا معجبه ومنبهره. انا اولا متشكره جدا، انا مش عارفه اتكلم بس علشان انا يعني قاعده قدام يعني عالمين ويعني دكتور مدحت والله العظيم انا ما بقولش كده عشان هو قاعد، هو يمكن مش من اكتر الناس، هو يمكن اكتر واحد انا كنت طول عمري بذاكره من قبل ما اعرف. بتذاكريه ازاي يا منى؟ هقول لحضرتك، انا وفي قصه يعني حضرتك يمكن ما تعرفهاش، ما اعرفش بقى سوف فتنت عليا ولا لا، بس انا هحكيها. انا من قبل ما اعرف ان انا عايزه اكتب اغاني، انا الاوبيرات بتاع الحلم العربي ده والله العظيم وانا صغيره في فلسفه كده انا اتعلمتها لاني الكلمه ما اعرفش ليه، وانا كنت صغيره جدا الكلمه دي كانت بتاشعرني لدرجه اني ابتديت اسال اهلي واسال الناس يعني ايه محتاج العدل القوه علشان يقدر يحميه، ولا عمره بكلمه وشكوى حقي بيرجع اراضيه. صح. اوكي ربنا اجيالها والحمد لله. ايوه ربنا اجيالها. لا لا انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، الاغنيه دي لوحدها لا حضرتك ربيت اجيال جدا. الله يخليك جدا، ومش انا لوحدي ولا الجيل اللي اصغر مني. احنا جايين نحتفل بيك، انسيني دلوقتي. معلش انا عايز اسالك سؤال بس بقى، انت خريجه جامعه امريكيه بتجيبي الكلام ده منين؟ ايوه انا دايما بتسال السؤال ده. مش كده ولا طبعا إيه؟ طبعا يعني باباها طبعا مهندس عادل القيعي صديق وراجل مهندس استاذ استاذ اهلاوي استاذ راجل مهندس وجامعه امريكيه، الكلام اللي هي كاتباه ده دليل احترافيه لان هي ملوش اي علاقه بالبيئه اللي اتربت فيها، فاحكي لنا او احكي لنا. لا لا احكي لنا. هقول لك انا انا مش عارفه المصطلحات فعلا منين، يعني انا مش عارفه يعني هي بتيجي انا يعني
بس انا افتكر انا دايما اهتماماتي انا بحب قوي القصص، فدايما في اي حته ابقى قاعده والناس حواليا بقى ايه احكوا لي، وما بنساش كلمه ما شاء الله تعجبني اسمعها حتى لو انا قد كده، او لو انا معديه في الشارع، او لو حد بيتخانق مع حد وقال له كلمه، او لو يعني لو سمعت كلمه جنبي لفتت نظري حتى لو كلمه في خناقه او كلمه حاده او كلمه كده انا مش هنساها. وبسمع كل حاجه اغنيه، كل حاجه انا بسمع صباح الخير مدخل اغنيه يعني ما مش هو عارفة. لازم تبقى فنان عشان كده اول قواعد بقولها وانا بدي للولاد يعني الكورسات، انت قاعد مستقبل جيد، انت قاعد عشان تقعد تحط، فهي واضح انها كده. يعني اول غنوه كتبتيها ايه وامتى عرفتي يعني انت درستي ايه في الاي يو سي؟ انا كنت دارسه اعلام قسم دعايه واعلام وعلم نفس، كنت دارسه الاثنين، وكنت واخده قرار اني هتخصص في علم النفس اكتر يعني ما كنتش. انت ابتديتي تكتبي اول غنوه كتبتيها وانت صغيره اكيد بنشخبط كده بشكل مهني يعني اول اغنيه نزلت؟ لا اول حاجه اول كتبتي. حاجه ابدا انا فاكراها. قولي. كان عندي 11 سنه وكان عيد الام اوكي في المدرسه، وقالوا لنا نروح المكتبه نطلع حاجه عن الام. معرفش انا ايه اللي خلاني اخد قرار ان لا انا مش هطلع انا هكتبها، وكتبت كده طبعا كلام. قولي بقى. قولي بس. لا يمكن انا حافظاها على فكره بس. لا قولي. والله لا قولي بقى على فكره هي البدايات كده 11 سنه يعني هتكوني كتبت الاطلال. انا عارفه. اكيد كتبت حاجه 11 سنه بس قولي لنا. قولي. ماشي بس هي بالانجليزي. ماشي قولي بالانجليزي واحنا بنعرف يعني. ماشي حاجه محرجه جدا بس كنت صغيره. قولي. بس هي كانت بتقول يعني I don't know what to say. I can't start from the beginning of the way تقريبا because I will take more than one day. وابتديت بقى احكي عن مامتي يعني بص ابتدت تكتب. لا يعني هي حاجه I have to ايزن دي الغزاله رايقه. طب منين بقى انت انتقلنا من I will take more than one day للغزاله رايقه بالظبط كده من حته برضو. انا بقى ايه انا يعني طول عمري بسمع شعبي جدا وبحب اسمع مش هو ما اسموش شعبي كمان اللي هو المصري يعني انا زي مين انا من زمان عدويه وديع يعني انا كنت بسمع كل عيون بهيه بقى كعب الغزال دي احلى اغنيه طبعا. يعني انا كعب الغزال دي من احلى الاغاني الغزل اللي سمعتها. ده مش جيلها خالص. ده مين ما تشوفوش مين كتب كعب الغزال؟ انا عارفه شايف مين ملحنها. انا شايف الارض بتتمرجح تحت الخلخال وغالبا ما تبطل تمشي بحنيه لا ينزل. انا ما اعرفش بس هو غالبا يعني الزلزال والحاجات دي المصطلحات محمد رشدي ده ممكن يبقى الابنودي. انا عارفه هي الحان منير مراد بس انا مش يعني متاكده من المعلومه دي بس هنطلع الخبر دلوقتي بس كملي يلا. اوكي فانا كنت دايما بحب الحاجه دي، احب مثلا في الافلام اتفرج يجي ساميه جمال مثلا او رقص شرقي استمتع بالمزيكا يعني انا بحب الاورينتال الحته الشرقي دي جدا طول عمري. ده بصي ده جاي من نخاع حاره الحاره المصريه. فانا اول حاجه لفتت نظري اصلا المفردات اللي بتقولها. طب قرب مني حبه لقلشة شويه حبه. طب على فكره الحاجات دي مش انا اللي بكتب وعارف الحاجات دي مش سهله في الكتابه زي ما الناس متخيله. الناس فاهمه ما دام الكلام بسيط يبقى انت تعرف تكتبه. لا ده البسيط هو اللي صعب. هو جماله ان هو انت ما بتعرفش تكتبه. طب حسين السيد بس عشان ايه كعب الغزال حسين السيد. حسين يا سلام. تخيل يا سلام حسين السيد. على فكره عضو يعني برضه انا لسه جاي لي فويس مسج على فكره طبعا مش هقوله من اثنين من ورثة السيده ام كلثوم بيقولوا نحن لم نتنازل للسيد محسن جابر عن اي حقوق. ده كلام مهم جدا على تليفون. ده واحنا في البريك جاله هذا الاتصال في البريك. نرجع تاني يا منى. اول اغنيه ضربت بقى اول اغنيه ضربت كانت يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا. الله. وكانت سبب تعرفي على حسن الشافعي يعني انا كنت قبلها كنت بشتغل في شركه دعايه واعلان وكنت كاتبه اعلان كده كان المفروض يبقى اغنيه وانا ما بكتبش اغاني فولا عندي وزن ولا قافيه مفيش حاجه بس الاعلانات بدايه التعليم. ايوه انا بقى الاعلانات صعبه جدا. الاعلانات صعبه. انا اتعرفت بقى لان حسن الشافعي هو اللي كان بيعمل المزيكا بتاعت الاعلان ده
فهو شاف الكلام قال لهم يعني يا جماعه هاتوا لي حد يكتب لي الاغنيه دي. فطبعا جابوا حد محترف وكتبها. بعدها انا قابلت حسن الشافعي بصدفه، قلت له انت ليه مشيتني من الاعلان اللي انا انا كنت قال لي انا ما اعرفكيش. فقلت له بقى ساعتها لا انا اسمي كذا وعايزه اعمل عايزه اعمل الموضوع ده الاغاني ده، وحاسه لو جربت هعرف. اللذيذ بقى ان حسن فعلا والله العظيم يعني انا ما توقعتش انه هيهتم فعلا يسمع، خد رقمي وكلمته بعدها قال لي تعالي لي الاستوديو، وقلت له انا نفسي اكتب اغنيه شعبي، قال لي تعالي نجرب وطلعت كده بقى يعني طلعت يا دنيا علمينا ما تعلميش علينا. وبسببها بقى يعني كلمني الزعيم عادل امام سمع الاغنيه ودور عليا. عادل امام والله العظيم ده على فكره جزء من جمال عادل امام. اه طبعا لازم لو عجبه حوار انت كاتبه يروح طالبك في التليفون. انا اتفاجئت فعلا ما كبير كده. كنتش مصدقه وداني هو كبير الحقيقه ربنا يديله الصحه. وهو اللي نصحني استقيل يعني بشكل بقى دائم من الاعلانات واركز في الاغاني، وقال لي حتى تكتبي اغاني تكتبي اللون ده ما تقعديش تشتتي نفسك. اكتر غنوه خدت معاكي وقت وتعبتك غيرتي بتغيري في الكلام ولا بتكتبي وان تيك؟ حاجات وحاجات. دكتور مدحت وايه الصح انك تغير في الكلام ولا تكتب وان تيك؟ لا ده زي ما بنقولوا دي بقى نفحه ربانيه. أيوة. يعني ممكن تيجي تكتبي تلاقي الغنوه طلعت وتيجي مره تانية تقعدي تغيري وتعملي غنوه توصلي، فهي كل غنوه بحالتها يعني. اكتر غنوه بقى عذبتك كانت بنت ابويا. خمس سنين والله العظيم وكذا يعني قعدت اكتبها يعني الاغنيه كلها عشان تطلع وتتلحن وتطلع كده بجد قعدت لها ست سبع سنين في الاخر. ست يعني سبع سنين ما بتكتبهاش كل يوم، ما بتكتب اغاني تانيه انا مش عارفه وبعدين ترجع لها وهكذا يعني. انا الحته التعبير الرومانسي عندي بجد بعافيه شويه يعني انا غير اسمها بعافيه. بعافيه حلوه دي الكلمه اللي بعافيه دي بعافيه معانا يعني. انا اكتب دايما الحاجات فيها تهكم فيها كده اختياراتي مدمره حياتي. دي اغنيتنا الاساسيه اختياراتي ده نشيد وطني خلاص. نشيد وطني لكل ستات مصر. فهو يعني انا لما جيت في بنت ابويا انا عندي المشاعر بس انا مش عارفه اقولها، نفسي اقول حاجات كتيره قوي وعايز وانا يعني عارفه لما كانك بتقول الكلمه على طرف لساني انا عارفه انا هنا عايزه ايه بس انا مش عارفه اكتب. وبعض الاحيان المشاعر اما تطغى عليك ما تعرفش تعبر مش عارفه اعبر مش كفايه. علاقتها بالوالد اكيد علاقه خاصه جدا فبعض الاحيان ما بتعرفيش تكتبي عنها مش عارفه يعني فاهمة؟ بس هنا تفاصيل العلاقه بين البنت وابوها وتكه المفتاح ودخولك ده هو ده اللي البنات بنعرفه من فعلا من ابهاتنا. هي جت كده انا كنت خلاص يعني سايبه الاغنيه دي خالص، قلت لما تيجي بقى يعني مش لانها كانت ضغط عليا عايزه اعملها. وبعدين في يوم بابا ساعات بيرجع بالليل عنده تصوير او كده فبيرجع بالليل ففاتح الباب فانا عرفت ان بابا جه. فرحت خاطفه ورقه وقلم كتبت صوت رنه المفتاح في الباب ساعه ما توصل بس خلاص جات لي بقى ده تريجر. تريجر الالهام يا جماعه نقطه هي نقطه كده بتيجي ده الباشمهندس سعد القيادي وشياكته المفرطه ده في تشارلي تشابلن على فكره. ايوه لما في تشارلي صح لما ظهرنا في تشارلي لما المهندس عادل القيعي سمع الغنوه قريتيها له الاول ولا سمع الغنوه؟ لا فضلت مخبيه عليه فتره مش بقول يعني مش عايزاه يعرف. ومره كنا عندنا عزومه كده وعمي حرق المفاجاه قال له سمعت اغنيه بنتك انا كنت مسمعاها. قلت لهم ليه بس قلت له بقى خلاص في اغنيه بس انا مش هسمعها لك دلوقتي. وسمعتها له كده في المشهد لما نزلت في المسلسل وكنت عامله اهداء في البدايه يعني بصراحه احمد الجنايني متشكره جدا بس هو سمح لي اني احط اهداء في وسط الحلقه المسلسل. وانا قلت له يعني حقق لي الامنيه دي يعني. ولما سمعها بقى هو بابي زيي في حته انه ما يعني ما يعبرش عارفه ياخد يعني يعبر في الاهلي بس اي حاجه بس شكرا كابتن عادل القيعي والله صح يعني يكسف يعبر. فهو كده وبعدين قال لي حلوه جدا جدا. وبعدين بقى ايه اول ما مشيت بعت لي فويس نوت قال لي دي احلى حاجه سمعتها في حياتي انا متشكر على كل حاجه. ربنا يخليكم لبعض يعني. يا رب ربنا يخليهولي هو وامي واخويا بجد يعني. اكتر غنوه بتحبيها ايه؟ تحسي انها
انا فخوره انا من نقيعي عملت الغنوه دي. مش لازم يكون النجاح الباهر. انا فاهمه. هي مش اكتر اغنيه نجحت جماهيريا، هي عملت كويس بس مش اكتر واحده. مكاننا في حته تانية، غناها عبد الباسط حموده. ككلام حلو قوي، احلى كلام انا بحبه، لانه مش زي الناس التانية. لا الكلام حتى في الفيرسز اكتر من الكورس، يعني الحته اللي هي بتقول ده طلع في نهار، طب انا ليه بنهار في الضلمه بعيد، يا ليه المشوار لو بس النور يدخل من السور. وبعدين بيقول في الاخر برضو للدنيا، يعني انا اكيد يا سنين هتتحكي بعدين، على وشك اهو في لمعه عين. جميل قوي الكلام، مش كده قوي طبعا، كلام شاعره يعني بجد. انا على فكره كنت عضو لجنه النصوص في الاذاعه، اصغر عضو لجنه نصوص في تاريخ الاذاعه كنت انا موجود، كان السيد صفت الشريف اللي مختارني يعني، بعد الحلم العربي بالمناسبه يعني، حاجه ملحمه الحلم. وكان طبعا عبد الرحمن الابنود الله يرحمه، كان ناس شعراء كتار قوي، فانا بتعرض علينا كل لجنه مئات الاغاني، فانت في مئات الاغاني دول عشان تنقي شطرتين بالظبط بتاع حد موهوب، دي مهمه صعبه جدا، فاللي هي بتقوله ده بتاع حد موهوب جدا يعني. انا ممكن اقول يعني هقول لحضرتك قصه طبعا. بقى يمكن انا ما اعرفش حضرتك عارفها ولا لا. اول ما ابتديت اكتب انا بقى ايه، انا عيله، مبدئيا عيله العدل بالكامل بجميع اجيالها، هم اصحابي واهلي، يعني هي عيلتي التانيه، دي حقيقه، ده بجد يعني، بناتي اصحابها وبنات كل منال اصحابها، العيله كلها اصحابها. منال دي مامتي يعني، وانكل محمد ده زي بابايا يعني كله، وانكل جمال اشتغلنا مع بعض وحبيبي يعني، وانكل مدحت طبعا دكتور مدحت، فالعيله بجد كلها عيلتي. اوكي، فسو اسراء بنت طنط منال هي اختي، فانا بقى في مره في البدايات قبل ما اكتب اي حاجه قلت لها انا هبعت لك حاجه، وبعتيها لدكتور مدحت بس ما تقوليلوش انا مين، عشان كنت عارفه ان هي قلت لها عايزه اعرف رايي وكده بجد، بس ما تقوليش انا مين. انا ما اعرفش بقى هي فتنت عليا بجد لحد دلوقتي ولا لا، بس هي بعتت وقالت لي بقى انا هقول لك الايه الفيدباك. بعتت له ايه بقى؟ بعتت له كلام انا مش فاكراه فعلا، ده انا مش فاكراه بجد، بس هو قال عليه ايه؟ انا فاكره بقى ان انا فاكره هو قال ساعتها انه ان انا عندي افكار وعندي فكره لبنى موضوع، بس دي خواطر لسه مش شعر غنائي، لو عايزه شعر غنائي لازم اتعلم حاجات تفعيل والوزن والحاجات اللي زي دي، لان اوكي، لان ده تقدري تتعلميه يعني، تقدري تتعلمي يعني ايه تفعيله ووزن وهو كان قال كده فعلا، تقدري تتعلميه. اتعلمتي ده؟ قعدت بقى اسال، قعدت اسال ملحنين وكده. الحلو بقى في الجزء ده في القصه ايه، بعدها بفتره بقى رحنا خطوبه سو هي صاحبتي دي، ودكتور مدحت كان موجود، واشتغلت يا دنيا علمينا، وانا قاعده كده لقيته بيقول الله ايه الاغنيه الحلوه دي. انا قمت حضنت والله ساعتها، قلت له دي اسعد لحظه. حلو، حلو قوي. لا وغير كده انت لما بتلاقي نفس جديد وكلام حلو وحد لسه طالع انت بتفرحي، وبنبقى كمان احنا الحقيقه فخورين ان في بنت. طبعا هو ده على فكره، لان فعلا انا متاكد يعني هي منا ما شاء الله وناجحه ومكسره الدنيا وكل حاجه في الدنيا، ودايما انا بقول انا ربنا من كرمه عليا ان انا بقيت فلان، بس انا متاكد ان في ناس احسن مني ربنا ما ادالهمش الفرصه، ومنا نفسها عارفه ان هتلاقي ناس موهوبين في كل حته ربنا ما ادالهمش الفرصه، وبنات على فكره كتير قوي. طبعا يعني احنا ما نعرفش، قعدنا نفتكر انا والدكتور مدحت ما افتكرناش غير نبيله قنديل وكوثر مصطفى بس، لكن اكيد في طبعاً بنات بيعرفوا يكتبوا واحنا لسه ما اكتشفناهمش. بس انا عارفه السبب ايه على فكره. ايه بقى؟ إيه؟ انا عارفه السبب. قولي لنا بقى. بس بجد والله علشان البنات يعني في الحته دي بالذات، الشغلانه دي كظروف وكمواعيد ومواعيد استوديوهات بالليل وبتحضر وبتاع صح، ووقت محتاجه ناس يعني عيله يبقوا داعمين قوي وفاهمين ان ده حد بيعمل حاجه مهمه، مش سايبه حاجه على حساب حاجه او كده. على فكره ده كلام ده كلام مهم، ده كلام مهم ومحترم يعني. نفسك في ايه السنه الجايه؟ نفسك توصلي ليه؟ على المستوى الشخصي نفسي يعني افضل اعمل اغاني فيها بهجه وفيها ده، دايما جزء من الحاجه اللي انا دايما ببقى نفسي اعمله.
نفسي اعمل اغنيه، اكتب اغنيه لعمرو دياب عشان هو الوحيد تقريبا اللي ما اشتغلتش معاه. انت كتبتي للكينج، كتبتي لمنير. كتبت للكينج منير، والله كنت لسه عنده من يومين، انا بموت فيه، انا بحبه جدا. منير يا جماعه، يعني نفسك تعملي لعمرو دياب يا عمرو. هي منى عايزه تكتب لك. على فكره هو عمرو من الفنانين اللي بيسمعوا جدا. لا لا، وبيعرف يوصل ده. صح. ناجح. صح، هتلاقيه هو بيكلمك ان شاء الله. الحقيقه يعني ونفسي ابتدي بقى اخش في حته السيناريو والفيلم، يعني عايزه كمان ابتدي اخد بقى ستيب 2، يعني خدها في الميوزيكال. خدها في الميوزيكال طبعا. هي على فكره عايزه اقول لك ان هي جنب دكتور مدحت بقى. لا لا خلاص يا بنتي، مدحت ما هو مدحت ده مش هفضل يشتغل طول العمر. تساعد في الكتابه. طبعا ده تشارلي تشابلن دي شفتها 8-9 مرات، كل مره اقعد اعيط في الاغاني واعيط واقول لهم يا جماعه دكتور مدحت هتبقى كاتبه سيناريو شاطره جدا، لان الحوار قائم على التكثيف وعلى انك تجيب جمل تدي معنى اكتر من انك تقعد تكتب صفحه كامله. فالشعرة لما بيكتبوا يعني، شوف الحوار بتاع شيء من الخوف اللي كاتبه عبد الرحمن الابنودي، شوفي جمال الحوار. الحوار صح؟ الحوار طبعا. أيوة طبعا. أيوة. يلا تعالي يا رب. بس اوعي الحوار ياخدك من الغنى. لا لا لا، خلاص ده كان خدنا انا جزء كان خدنا انا اللي بيكتبوا اغاني. انا بالنسبه لي انا اهم حاجه الشعر. اي حاجه تيجي بعد كده، وهي اكيد ده بالنسبه لها يعني. لا، وهي بحسها حاجه مش بمزاج يعني. هقول لحضرتك تشبيه ممكن تضحكي عليا، بس هي والله العظيم عامله زي العطسه. هي لو جات لك عطسه لازم هتطلع، ولو ما طلعتش هتفضل تعباكي يعني. حلوه العطسه. غنوه يا العطسه. الحاح اصله غصب عنك. هي لازم هتطلع طالما جالك الكلمه هتضطري. انا فخوره بيكي، فرحانه بيكي. وانا لما دكتور مدحت قال ناخد نختار، احنا النهارده بنختارين ثلاثه من الشباب، فلما قال نختار منا القيعي انا قلت يس نختار منا. ده شرف والله. كنت عايز اختار السنه اللي فاتت واللي قبلها. وبحيي بالمناسبه احمد سعد كمان. طبعا احمد عامل احلى سنه. احلى سنه حقيقي، كل حاجه والله. شكرا، وبتمنى لك كل توفيق ويعني ونجاح، وانتي فعلا بهجتنا، في بهجه كده من اغنيات منى القيعي، فانا سعيده بيكي. ميرسي جدا. حياتي للوالد. وانتوا طيبين. ميرسي يا دكتور مدحت. لا ده انا قوي قوي يعني. انا اتشرفت بقعدتي جنبك وجنب حضرتك. ميرسي جدا. منى القيعي، اختيار دكتور مدحت العدل لنجوم هذا العام. ومنى فعلا اثبتت السنه دي والسنه اللي قبلها وان شاء الله الفتره القادمه كمان انها شاعره كاتبه مهمه، هيكون لها تاثير كبير في الغناء وان شاء الله في السيناريوهات كمان. نشوف بقى اختيار تاني الدكتور مدحت، محمد فهيم ولقطات من تشارلي تشابلن. هذا هو الحلم المستحيل، يعني كان حلما فخاطرا فاحتمالا صبعت حقيقة لا خيالة. انا اعرف محمد فهيم الفنان المعجون ابداع وموهبة، اعرفه من خلال فرقة بيغني فيها وشفته في سيد قطب في الجماعة، وبحبه جدا على المستوى الشخصي. عمري ما قابلته بشكل شخصي. لقيت تليفون جاي لي منه وانا كاتب محمد فهيم بين قوسين سيد قطب. لقيته بيكلمني بيقول لي انا عايز اجي لك البيت انا ومعايا مخرج مسرحي. اهلا وسهلا. قول البيت، جايبين تورته حلوه، قلت هاكلوها ويمشوا. فلقيته جايين لي بحلم نعمل شارلي شابلن ميوزيكال. قلت له هنهزر، شارلي شابلن ميوزيكال ازاي يعني؟ المهم قعدوا هو واحمد البوهي المخرج اللي انت حضرتك استضفتيه. ايوه. سابوني بعد 4 ساعات وانا في منتهى الاستمتاع، وقررت ان انا اشارككم هذا الحلم الذي اصبح حقيقه. ودايما بقول للناس احلم الى حد الجنون وتمسك بشغفك هتحققه، وده اللي عمله محمد فهيم. ومحمد فهيم كان اختيار للدكتور مدحت العدل، وبرضه انا سعيده جدا بهذا الاختيار. واحد من اهم نجوم السنه من الشباب. ومحمد فهيم ما عملش يعني طبعا احنا فاكرينه في سيد قطب وكان له اثر كبير، لكن تشارلي تشابلن وايضا عمله نادره دورين كانوا مهمين جدا. بس يعني انا بحب عمله نادره جدا على فكره. انا بحب دورك في عمله نادره. وانا كمان. لكن تشارلي تشابلن هذا هو الجنان الاكبر. صح. والمشروع اللي بعتبره دره الفن المسرحي في العام الماضي. قول لي السنه دي كانت بالنسبه لك ايه يا فهيم؟
اولا طبعا بشكر دكتور مدحت على اختياره، وبشكر حضرتك جدا. شكرا. لان دي ثالث مره اقابل حضرتك تنورنا دايما، فشرف كبير يعني الحقيقه. تشارلي زي ما قال دكتور مدحت، هو حلم، هو حلم عدى السماء، عدى حدود السحاب، عدى حاجات كتير قوي، وحلم قديم، وانا متمسك انه هيتعمل في يوم من الايام. والحمد لله، الحمد لله، يعني دايما الاحلام اللي عندي بحققها. يعني انا في حياتي 6 احلام حققت. 6؟ انت حاسبهم؟ هم دول يعني هخلصهم وابقى انا خلصت رسالتي او الحاجه اللي انا عايز اعملها. اللي هم ايه بقى الستة دول؟ يعني في منهم 3 اتعملوا الحمد لله. اللي هم يعني في حاجه اللي هي انا كان نفسي اشتغل مع الاستاذ وحيد حامد الله يرحمه واعمل له عمل كبير، والحمد لله حصل. وكان نفسي ابقى بحيي التراث والمونولوج والحاجات دي، وده كان مشروع انا شغال عليه مع ايامنا الحلوه من 2001، وفضلنا شغالين عليه لحد 2017، ورجعت الناس تسمع تاني المونولوجات والحمد لله حصل. والمشروع بتاع تشارلي شابلن، ولسه بقى في الحلم الرابع يا رب ان شاء الله حققه. الثلاثه بقى ايه؟ الثلاثه اللي فاضلين يعني هقول منهم واحد. طب قول واحد. في فيلم سينما اسمه كاس العالم. الحمد لله خلصت. يعني انا الفتره اللي فاتت دي انا ما بقعد فاضي، ما بقعدش فاضي، رحت باخد كورس سيناريو واخراج ومونتاج. حد غيري؟ ازاي؟ كيف؟ في كورس الاخراج هناك مع المخرج الكبير علي بدرخان طبعا. فهناك كنت رايح عشان احقق الحلم ده، انا لازم اخلص كتابه سيناريو الفيلم اللي انا عايز اعمله واقوله للناس. انت بتكتب؟ انا كتبت، انا رحت عشان اتعلم. انا بكتب الافكار اللي انا حاسسها، ما بعرفش اكتب في المطلق، لازم ابقى انا مؤمن وحاسس قوي فتطلع. بس عشان تطلع بشكل مناسب لازم تبقى في دراسه، فانا بحب دايما اطور نفسي. فالحمد لله كتبت الفيلم، الحمد لله لسه من كام يوم اخدت الموافقه الرقابيه كمان. فربنا يكرم يا رب ان شاء الله ابدا اشتغل فيه السنه دي. طب احكي يعني للدكتور مدحت بقى ايه هو كاس العالم؟ لا مش عايزين نحرقه. طب احكي لنا كده نبذه عن الفيلم. لا هو كاس العالم ده حلم العالم ان شاء الله يعني. طب لقيت انتاج ولا هتروح لمجموعه العدل ولا ايه؟ ده لازم برضو لشركه محترمه تنتج لك الفيلم يعني. لا وبيكلم في العدل جروب، هم كلهم كوره يعني. يعني كاس العالم يا عالم هو كوره ولا يطلع مش كوره؟ ما هو بقى خلاص عايز يقول لا. يا رب ان شاء الله يبقى حاجه كويسه يا رب ان شاء الله. في تشارلي تشابلن انت قلت ان ده كان حلم، ليه حلم وايه اللي حققته في تشارلي؟ الحقيقة في تشارلي ان انا عملت تشارلي. انا عملت عمل ما حدش كان يجرؤ يعمله بصراحه. يعني احنا لما زي ما دكتور مدحت بيقول ان اي حد هيقول نعمل تشارلي ميوزيكال يبقى ده الناس بتهزر يعني. ده حقيقي تشارلي يعني. والحقيقه رحنا لاكثر من جهه، يعني سواء رحت الجهه تبع الحكومه في الدوله او في جهه قطاع خاص. الحقيقه كانوا متخوفين ومش عارفين يعني ايه، مش قادرين، ما كانش عندهم الرؤية. احنا محتاجين الرؤية. ما كانش عندهم الرؤية ان تشارلي ده ممكن يوصل لكل الناس لحد النهاردة موجود. فمن هنا بشكر طبعا الأستاذ هاني نجيب والأستاذ أحمد فهمي سي سينما على حماسهم الإنتاج، لأن هم فعلا وفروا زي ما بيقولوا كده بالبلدي لبن العصفور لكل العناصر المشتركة في هذا العمل عشان يعملوا أحسن حاجة عندهم. فالحقيقة كلنا كنا متحفزين ومتحمسين، وتشارلي كان عند كل واحد فينا تحدي، خلق عند كل واحد فينا تحدي انه يعمل احسن حاجه عنده. في لما بيبتدي فنان شاب بيبقى عايز بقى يبقى نجم بسرعه ومساحات مختلفه، انت بتختار مساحات صعبه، يعني دخل في مساحات صعبه يا دكتور مدحت يعني. ده طبعا يعني مش عايز اقول لك، هو انت حضرت العرض. شوفي لما بيطلع يحيي ده بقى تقدير الناس قيمة الفنان الحقيقي. هم مدركين الراجل ده عامل مجهود ذهني وبدني وفني وسيطرة على النفس، والمجهود اللي بيعمله كلهم تمارين عشان يعرف يعمل المشاهد دي. فالناس بتدرك تماما الراجل ده موهوب قد ايه وعمل مجهود قد ايه عشان يطلع كده. الراجل ده بيحترم فنه زي كل المسرحية، بس انا بتكلم على محمد فهمي تحديدا لانه الحقيقة مجهود بدني خرافي اللي هو بيعمله في المسرحية. الناس بتحترم ده. بتعمل قعدت بتتمرن قد ايه؟ عشان انا شفتك انت تقريبا بتتعجن كده وبتتلوي بتتني، يعني ده مجهود بدني خرافي. كنت بتعمل تمرينات قد ايه؟ انا يوميا لحد النهارده بتمرن
من ساعة ما بدأنا البروفات في سنة ونص اللي سنة اللي ونص اللي يوميا بتمرن، وكل ليلة عرض بروح قبل العرض بثلاث ساعات أتمرن قبل بداية العرض. نفسك تشوف إيه في محمد فهيم؟ نفسك يعني إيه النصيحة اللي تديها لمحمد فهيم؟ الحقيقة محمد فهيم يعني ما بحبش أدي نصايح. لا بس برضو انت ماشي ورا شغفك. اصلا انا دي كلمه انا اول كلمه بقولها لما باجي ادي كورس، اذا لم تكن مهووسا بفكرتك ما تكتبهاش. اول كلمه بقولها، اذا لم تكن مهووسا بفكرتك اللي رايح تكتبها مش هتقنعني بيها. يعني انت جاي تقتنعني بفكره كتبتها وانت بتشرب فنجان قهوه دافع فيه 10 جنيه هتكلف اي شركه انتاج 60 مليون. فلو حضرتك مش مقتنع مش هتقنعني اطلع فلوس. فهو ماشي ورا شغفه، وانا عايزك تفضل ماشي ورا شغفك. مين المخرج اللي تحب تشتغل معاه او الكاتب؟ يعني انت خلاص تكتب سيناريو، بس مين المخرج اللي تحب تشتغل معاه؟ انا مش بكتب سيناريو، انا مش هبقى كاتب. انا بكتب الافكار بتاعتي اللي انا متحمس لها او حاببها. فانما طب زي ما قلت، انا نفسي كان نفسي من احلامي ان انا اشتغل مع وحيد حامد او اعمل تشارلي شابلن. مين المخرج اللي نفسك تشتغل معاه؟ لا كتير قوي، انا لسه في مخرجين كتير قوي قوي، مخرجين كبار يعني كتير. يعني لسه في الاستاذ شريف عرفة، طبعا الاستاذ محمد ياسين اشتغلت معاه برضو واتمنى اكرر التجربه تاني. ماندو اشتغلت معاه، كنت سعيد جدا في عمله نادره، لان انا بعشق المخرج اللي فاهم تمثيل. ده بيعمل اضافه للممثل كبيره قوي. وغيرك ماندو، ماندو طبعا حولك في طبعاً في عمله نادره، طبعا فاهم تمثيل كويس جدا. ده غير ان 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 علاء برضو مكتوب باحساس. يعني بصراحه دكتور مدحت عنده مشاعر، بيكتب مشاعر مش بيكتب حوار. شاعر حقيقي. والله كتابه هو لسه كنا بنقول كتابه الشاعر تختلف عن كتابه مجرد سيناريست عادي او الورشه العمل. الشخصيه مكتوبه بشكل بديع وغير متكرر، ودي احسن حاجه. انا دي اكتر حاجه يعني بتخلي الممثل طاير من الفرح، انه بيعمل الحاجه اللي مش موجوده كتير. يعني دايما لما بيحبوا يدوروا على الذهب والالماز بيروحوا في الاماكن اللي ما فيهاش ناس كتير، بيروحوا في الاماكن الفاضيه. فانا بحب اروح في الحته الجديده الفاضيه واطلع منها ده. فربنا بيكرمني دايما على قد المجهود والتعب، الحمد لله بيجيب لي الحاجات اللي هي مختلف. برضو عنده شغف، عنده شغف. مستحيل يطلع اللي طلعه وما يبقاش موهوب وعنده شغف. انت مش جاي تأدي وظيفه، انت جاي معجون. وصراحه الحقيقه كمان تشارلي شابلن نفسه هو رمز لهذا الشغف. بالظبط. يعني هو نفسه كان بالنسبه لنا ملهم. في جمله حضرتك كاتبها في تشارلي لما برد على سيدني، بقول له انا هنتج افلام بنفسي. فبيقول لي ده مش سهل. فبقول له ايه كان سهل في كل حياتنا؟ بالظبط. فانا يعني انا رايح لل ايه كان سهل في كل حياتنا. وده حقيقي. يا جمله مهمه برضو يا دكتور مدحت. ايه كان سهل في كل حياتنا؟ ما هو لانه شارلي شابلن نفسه كل حياته صعبه مقاسي. هو ايه اللي كان سهل عشان ما اللي هعمله سهل؟ ما كله صعب يعني. والله ده في مشاهد ما طلعتش في الروايه انا كنت بقراها بعيط. وكلمت قلت له يا دكتور مدحت هنعمل ده ازاي؟ انا قريته في بروفة الترابيزه كنت بعيط. ما احنا مش كل حاجه كتبناها حطيناها على فكره. احنا شلنا. وده على فكره جمله مهمه جدا اتقالت، كل ما كنت موهوب اكتر كل ما شلت اكتر من اللي انت كتبته. ما تبقاش عبد للنص اللي انت بتكتبه. انت تكتب قصيده حلوه ممكن تبقى حلوه في حد ذاتها، لكن ممكن تعمل ترهل في النص او ممكن كده. ففي ناس ما بتقدرش تخرج بقى. انا كتبت الجمل الحلوه دي. انا في قصايد كتيره مكتوبه على لسانه. يعني هو في بعد موت شارلي شابلن في ثلاث اربع قصايد بيبعت لامه قصيده. هي دي. والاخوه قصيده والاون حبيبته قصيده. دي انا كاتب ثلاث قصايد شلناهم كلهم. طب طلعهم بقى في حاجه تانية كتاب ولا حاجه. والله فهيم بتمنى لك التوفيق باختيار عظيم من دكتور مدحت العدل. وانا بشكرك على تشارلي. شكرا. لانه انا استمتعت بيه جدا، حضرته مرتين، ويعني اتمنى انه يكون اتصور فنشوفه. تصور تصور مش كده؟ فنشوفه. صوره الاستاذ المخرج شريف البنداري. فيعني لانه مسرحيه الميوزيكال ده لازم رائع. زي ما حيينا سيسير ما نحيي احمد البوهي. طبعا لانه هو شريك الحلم وهم طلبه في الجامعه على فكره. طبعًا. مع بعض في مسرح الجامعه. أيوة. فلازم نحييه لانه طبعًا. فنان حقيقي. وكل اللي شاركوا في تشارلي شابلن طبعا في مقدمتهم دكتور مدحت طبعا ده كان
راس الحربة بتاعنا الحقيقة، كان بيحركنا كلنا. هستناك بقى السنة الجاية تعمل لنا حاجة جديدة ونشوف كأس العالم يا رب. مين هيفوز بك؟ احنا عندنا كأس الأمم. كأس الأمم ان شاء الله الأول نشوف كأس الأمم وبعدين بقى نشوف كأس العالم. ان شاء الله هنرجع بالكأس الأمم ان شاء الله يا رب. نجم الشاب محمد فهيم. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل اختيار آخر للدكتور مدحت العدل، النجم الشاب أحمد داش. اتفضل يا دكتور. في ممثلين تشوفيهم تحس ان هم ما بيمثلوش، وده أصدق تعبير عن الفنان الموهوب والتلقائي، اللي هم أحمد زكي، اللي هم نور الشريف لما طلع في القاهرة والناس كنا احنا لسه صغيرين، اللي هم بره روبرت دينيرو، الباتشينو. ولأن مصر دي مصنع مواهب، مهما يمر عليها هتلاقي فيه أم كلثوم بس احنا ما نعرفهاش، وهتلاقي فيها أحمد زكي بس احنا ما شفناهوش. من ضمن هذه المواهب اللي من أول ما طلع لفت نظري بتلقائيته وطبيعيته داش، عشان كده أنا نقيته واخترته كنجم من نجوم 2023. أحمد داش نجم شاب شفناه في أعمال كتيرة، لكن طبعا النجاح العظيم في جعفر العمدة والصندوق السنة دي كمان. داش السنة دي بتمثل لك إيه؟ يعني بس عايز اشكر دكتور مدحت على ده كلام جامد اللي هو على التقديم والله دون مجامله الزياده دي. يعني ده يعني الناس اللي هو دي اللي ابتديت اعرق يعني. عايز اشكر دكتور مدحت على التقديمه دي، ويا رب اكون قدها في السنين اللي جايه قدامنا. السنه دي بالنسبه لي يعني سنه جميله الحمد لله، كانت جميله عليا. عملت فيها يعني رابع بطولة ليا في المسلسلات، وتاني بطولة في رمضان على التوالي بعد مين قال في الصندوق، واشتغلت مع محمد سامي مخرج كبير محمد سامي في جعفر العمدة، وحققنا نجاح كبير جدا في الوطن العربي كله. الاتنين كانوا مشاريع حلوين بالنسبة لي، عندك كم سنة بعتز بيهم يعني. كم سنة دلوقتي؟ 23. 23 ده اصغر من نور من ابني. 23 لسه صغير قوي. بالفنان الموهوب موهوب. هو كده طالع وعملت موهوب. حاجات كتيره والناس ابتدت تعرفك بسرعه جدا. طول عمر السينما طول عمر التمثيل حلمك؟ لا، انا لعيب كره اصلا. انا كنت بلعب في انا لعبت في انبي يعني من وانا عندي 6 سنين لحد 15 سنه انا بلعب في انبي. ولا التمثيل عمره ما كان حلمي، ولا الفن كان بالنسبه لي حلمي. يعني انا كان بالنسبه لي دايما الممثلين دي يعني عالم ممثلتي وبتاع يعني. بس اللي شدني في الفن هو التعبير عن النفس. طب يعني ازاي اول مره مثلت؟ مين اختارك عشان تمثل اصلا؟ لا انا كان شعري كيرلي وواد حلوه كده وبتاع. فكنا بنتسحر في يوم انا واخويا، عملت يعني اعلانات في اعلان في اعلان في اوكي الاعلانات عملت اعلانات. لو قعدت سنه ونص بشتغل اعلانات اوكي. وبعدين عمرو سلام عمل لي كاستنج في لمؤاخذه، وهو اللي طلعني. بقى لا مؤاخذه، لكن بدا بالاعلانات. ابتدى بالاعلانات دايما. طب تسيب الكوره؟ انت كنت بتلعب ايه بقى في الكوره؟ انا بلعب 10 تحت الفيروت. يعني فين ده؟ رقم 10 يعني. 10 ده يبقى ده اللي تحت تحت راس الحرب. زي عبد الله السعيد كده. زي عبد الله السعيد تحت راس الحرب. بلاي ميكر يعني. بلاي ميكر. بلاي ميكر. طب حد ده دليل انه فنان برضه. بيلعبوا في المنطقه دي لازم يبقوا فنانين. عشق الكوره ده عشق، والتمثيل ده عشق تاني. لانك تسيب الكوره للتمثيل ده ما كانتش نقله كبيره؟ والله انا ما سبتش. انا هما اللي سابوه. انا فضلت يعني سايبها هي تمشي، وفضلت 5-6 سنين كده في الخناقه بتاعت انا عايز اعمل ايه دي، وقلت انا هسيبها وتمشي وقت ما تمشي. وبعدين ابتديت امثل بجد بقى يعني بعد لما اخذ عملت المسلسل امبراطوريه مين. وبعديها ابتديت بقى اشتغل. فهي لوحدها الكوره عايزه تفرغ. عارف هو فين يعني. عارف موهبته فين. ما انت ايه اللي بيميزه يا دكتور مدحت؟ طبيعيه تلقائيه. يعني انا اكتر حاجه قلتها انا الممثلين اللي قلتهم كلهم دول، هو انت ما تحسيش ان حد بيمثل. حتى المشاهد اللي انا شفتها له دلوقتي مع الفنانه الجميله هيكسر.
ايه عشان انا وهو عندنا زهايمر. ماي كساد حبيبتي. أيوة. يعني ماي سولاناس معلش. لا انا ودكتور مدحت المشاهد خلاص المشاهد اللي معموله انا ما حسيتش ان حد بيمثل. ده انسان طبيعي جدا جدا. ودي دي قمه ال... انا ليه بحب صلاح جاهين؟ انا ما بحسش انه بيكتب شعر. انا بحس ان هو بيتكلم فبيطلع شعر. فهو هو بيتكلم هنا. انا حاسس ان هو هي الشخصيه دي هتتكلم كده وهتنفعل بالطريقه دي من غير اوفر اكتنج ومن غير. فهو اجمل ما فيه ان هو ما بيمثلش. الرياضه خلتك تعمل اكشن كمان يعني انك انت رياضي فده بيخليك في الاكشن كمان شاطر. اه بتساعد كتير. بس اللي ساعدني اكتر بالعكس بقى بالنسبه لي انا اللي ساعدني اكتر في الاكشن هي ورش الرقص اللي خدتها وورش التمثيل بشكل عام والرياضه طبعا اكيد. بيبقى عندك تحكم في جسمك بشكل كبير اني احرك العضله اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عايزه. وربط المخ بالعضلات ده ربطته في التمثيل مش في الكوره. كل دي الحاجات دي جديده بقى على للاجيال دي ما كانتش موجوده زمان خالص. انا اول مره اسمع عن الكلام الجديد ده. اكتنج كلاسز وياخد رقص وياخد مش عارف ايه عشان يعرف يتحكم في جسمه ويبقى في بادي لانجويج والحاجات دي كلها حاجات ما كانتش موجوده في الاجيال اللي قبل كده. نفسك توصل لايه؟ يعني انت 23 سنه لسه بدري قوي. بتخطط لحياتك ازاي؟ والله انا يعني نفسي اوصل في يعني في الشغلانه دي لحياتي عموما. نفسي في حاجات تانية اكيد. بس زي ايه اللي في حياتك انت نفسك توصل لها؟ لا والله نفسي اوصل لدرجه راحه عصبيه يعني كويسه. لسه بدري قوي. انا مش عارفين يعني نفسي اعيش حياه 23 سنه لسه عايز راحه عصبيه. طب يعني. ده كلام انا ودكتور مدحت نقوله. عايزين نقعد على جنب ونعتذر ونعمل راحه ده طريق عصبية. ده طريق كبير يعني اكيد الواحد نفسه يبقى مرتاح. لا نفسك يعني. تمثل دور ايه؟ يعني في دور نفسك تمثله مثلا؟ انا في التمثيل او في الفن عموما ما فيش دور معين نفسي اعمله. بس نفسي اوصل للحته بتاعت يعني الناس مثلا زي استاذ داود عبد السيد استاذ وحيد حامد. الناس دي مسكت حته في النص. هو بيعمل فيلم فني وبيعبر عن حاجه من جواه وفي نفس الوقت بيعمل فيلم الناس بتشوفه. فدي بالنسبه لي اصعب معادله الواحد يعملها. يعني نفسي اعمل فيلم زي الكتكات مثلا. دي معادله ناضجه وذكيه جدا. يعني دي اصلا مشكله كل المشاكل. يا اما تقدم فيلم فالناس ما تشوفوش فيلم. يعني حتى استاذ داود عبد السيد صديقي العزيز ربنا يشفيه يعني عمل بحث عن سيد مرزوق وفيلم حلو قوي بس مش جماهير. لكن الكيت كات حقق فيه المعادله اللي بيقول عليها احمد داش دي. اه بالظبط. انت بتحب لدول افلام ايه؟ ايه فيلم لزق في دماغك كده؟ انا بالنسبه لي يعني وحيد حامد يعني استاذ طبعا يعني مع حفظ الالقاب معالي الوزير والارهاب والكباب. دول بالنسبه لي افلام ذكيه ذكاء. يعني الراجل عمل لي كل حاجه واديها لك يعني فاهم. دي كوره على فكره. دي كوره. طبعا كده دي كوره. دي كوره كروي كروي برضه فكوره. بس انا كنت بلعب كوره برضه عشان كده. لا انا عارف طبعا. كروي كروي قديم ده ده. لا طبعا دكتور مدحت يعني ده يعني كان ممكن يبقى رئيس الزمالك يعني. والله كنا منتظرين بس معلش هو بقى قرر يفسح المجال للاخرين. لا عشان نقعد ونكتب ونعمل شارلي وكده يعني. يعني انك تشتغل مع حد زي داوود او حد من الاسامي الكبيره دي ده على فكره مش احلام الشباب. جيلك بيبقى عايز شهره تك تك تك. انا اسم كبير انا فلوس كتيره انا 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 بتحلم بالحاجات دي؟ لا انا ما يعني عمر ما كان في نفسي فلوس. يعني انا اكون صريح معاكي انا لو كان ده حلمي الكوره اسهل. صح. لانه الكوره اسهل في حته الشهره والعالميه والسفر والكلام ده كله. بس انا الممتع بالنسبه لي ان انا اعبر عن نفسي في حاجه اعبر عن بلدي. انا بني ادم مصري اتولدت هنا عارف امي عارف ام احمد عارف ام شريف يعني فاهم ازاي عارف مصر عارف الدنيا في مصر عامله ازاي. الممتع ليا ان انا اعبر بقى عن ده. مين الممثلين اللي انت بتحبهم المصريين؟ ممثلين يعني مين الممثلين اللي انت لما بتشوف تحس ان انا يا لو ابقى يعني انا يعني اتكلم حاليا في الكام سنه الاخيره بالنسبه لي محمد شاهين باسم سمره تايسون
دول بالنسبه لي يعني حاليا في الناس اللي اختياراته يعني. مختلفه اختياراته مختلفه طبعا، ما دول بالنسبه له الجيل اللي قابله على طول يعني. بس برضه اختياراته مختلفه يعني طبعا طبعا بينقي يعني ممثل تايسون وباسم سمره بالظبط، محمد شاهين مختلفين سؤال يعني، ما نقاش سوبر ستار نقى يعني ممثل هاي ممثل صح. نقى ممثل فمش مش نقى النجوميه المبكره دي طبعا في الكوره النجوميه احنا حافظينها برضو بتعمل احيانا لوثه في العقل. النجوميه المبكره بالنسبه لك في التمثيل بالذات بعد جعفر العمده غيرت داش ازاي؟ والله يعني هي اكيد بتغير، بس انا الموضوع ده حصل معايا بدري اصله، حصل معايا من ايام لا مؤاخذه وانا ابتديت بقى اتشال والطفل الجميل والعبقري والكذا والكلام الحلو ده كله، واحنا كشعب احنا بننفخ يعني على قد ما بننفخ على قد برضه ما بن ايه بندي على قد. خدت خبطه جامده انا عارفاها شويه. خدت خبطه طبعا اكيد من سنتين كده يعني اتعلمت منها كتير جدا. انا بقى قعدت ما اقدر اعمل شغلي وخلاص، واقف على نفسي بقى في البيت على الكنبه هوبا، ولا بسمع التكبير قوي ولا بسمع القفا قوي، بتعلم انا من نفسي، اتعلم من الناس بثق في رايها كذا وكذا. بس اقول لك يعني نصيحه، ممكن تبقى ممثل عظيم الموهبة، لكن الموهبة في حد ذاتها هي لازم تتشحن كل شوية. انت بتقعد تطلع في تمثيلك موهبتك وحياتك العملية، بس لو لم تقرأ جيدا طب. حط تحت دي 100 خط وتشاهد جيدا موهبتك مهما كانت عظيمة هتيجي عند وقت وهتبتدي تحس ان هي بتكرر نفسك أكيد. فلازم تبقى بتقرا كويس قوي وبتتفرج كويس قوي، لان انا في عمري ده كل يوم يوميا طبعا غير القرايه لان ده امر مفروغ منه يعني، انا يوميا بقعد اتفرج على اللي بيجي من بره كل يوم على جميع المنصات 3-4 ساعات، فبتعلم طرق بنى حديثه، طرق سرد حديثه، فلازم تحط ده في دماغك ان انت طول الوقت بتقرا وبتتفرج عشان تعمل شحن البطاريه ابداع. لا اكيد يا دكتور، وانا اصلا بالنسبه لي يعني موضوع الموهبه ده في التمثيل، انا بالنسبه لي الموهبه دي تمام ممكن اعملها معاك في اول عمل تاني عمل ابقى تلقائي وكذا وكذا، بس الموهبه دي في التمثيل انا ما اقتنعش بكلام موهبه وكاريزما الكلام ده كله بالنسبه لي يعني مع احترامي يعني طبعا لكل المسميات يعني بس ده كلام جانبي بالنسبه لي. انت التمثيل او الفن عموما انت كل اللي عليك انك تحفر جوه البني ادم ده وتطلع من غير موهبه بقى بموهبه من غير اي حاجه حقيقيه. لا موهبه بتطلعها. بس الموهبه دي جزء من نجاحك واستمراريتك، جزء صغير كمان بالظبط كده، الباقي كله بقى شغلك على هذه الموهبه. مجهود مجهود طبعًا. مجهود دراسه طبعًا. مذاكره وده يعني دكتور مدحت بيعمله في مجاله، انا بعمله في مجالي، كلنا بنعمله، احنا بنقعد نذاكر لاخر لحظه بالظبط لاخر لحظه. اكيد انا بحييك وبقول لك ان انا مبسوطه بيك من زمان وانا مبسوطه بيك وانت عارف، ولما حد بينزل في حفر ويطلع ويتخبط ويرجع ده بيعمل قوة نفسية طبعا. القوة دي هتخليك تكمل وهيخليك تبقى بشكل جيد إن شاء الله. شكرا أحمد داش، وشكرا دكتور مدحت العدل على اختياراتك وعلى وجودك معانا النهاردة. أنا اللي بشكرك وبشكر الناس دول اللي بدونا أمل أن طول الوقت هنطلع إن شاء الله نجوم وتفضل مصر على طول كده. أشكرك وأشكركم أعزائي المشاهدين، نتقابل الأسبوع الجاي بإذن الله. هذه لميس الحديدي، أسبوع على خير.